بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات إحنا هناخد بقية المنهج طبعا أونلاين نظر للظروف الراهنة التي نعيشها في مصر والعالم أجمع هناخد السامبلنج ميثودز أو طرق المعينة طرق المعينة دي معناها إن أنا عندي بيبيوليشن وهاخد منه سامبلز هاخد منه عينات طب أخد كم عينة؟ طب ولو ما اخد العينة السايز بتاعها قد ايه حجمها قد ايه هنهرب بعض القوانين كده بيقول لي سميش مين اوف بيبيوليشن ميو سميشن اكس اوفر ان يعني متوسط المجتمع اسمه ميو ميو ده حرف لاتيني سميشن اكس كابيتال على ان كابيتال النمبر اوف سامبلز او عدد العينات ان سي ان <applause> إن كابيتال هي السايز بتاع البيبيوليشن وإن سمول السايز بتاع السامبل والسي دي علامة الكومبينيشن اللي هو التوافيق. ودي خدناها قبل كده في الباينوميال طبعا. المين اوف سامبل أو المتوسط بتاع العينة بقى إكس بار سمشن إكس أوفر إن تقول لي ما هو نفس قانون البيبيوليشن أيوة بس هناك الرموز كابيتال وهنا الرموز سمول بس ده الفرق الوحيد. لكن نفس المبدا طبعا اي اكس بار اللي هو الاكسبكتد فاليو بتاع الاكس بار ايكوال اكس دبل بار دي عليها شرطتين فوق مش شرطه واحده ايكوال سميشن اكس بار على النمبر اوف سامز يعني لو جمعت المينز الـ 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 كلها الاكس بار كلها وقسمت على عددهم يطلع لي اكس دبل بار اللي هو متوسط المتوسطات لازم يطلع الميو اللي احنا جبناها في اول ستيب equal الـ X double bar اللي احنا جبناها في آخر ستاب Where حيث؟ الـ X الـ value of population الـ n size of population X small value of sample n small sample size our size of sample نشوف إجزاء Population consists of the following four values 12, 12, 14, 16 عاوز المينو بوبيوليشن ميو عاوز هاو ميني سامبلز اوف سايز 2 ار بوسبل عاوز عدد العينات اللي هي حجمها 2 احنا ما عندناش غير السايز 2 في في الحدود دراستنا ليست اول بوسيبل سامبلز اوف سايز 2 اند كومبيت ذا مين اوف ايتش سامبل عاوزين العينات اللي هي حجمها 2 نفردهم مع بعض وبعدين نحسم متوسط كل واحده عاوزين اي اكس بار Or X bar يعني value بتاع X bar أو اكس دبل بار يعني الاكسبكتد فاليو بتاع الاكس بار او اكس دبل بار متوسط المتوسطات اول حاجه تعالوا نجيب الميو سميشن اكس كابيتال على ان تعالوا ناخد الاربع قيم بتوع المجتمع نجمعهم ونقسم على عدد 12 plus 12 plus 14 plus 16 ديفايدد 4 يطلع 13.5 عاوز هاو ميني سامبلز اوف سايز 2 يبقى ال ان كابيتال اللي هي بتاعت البوبوليشن 4 وال ان سمول بتاعه السامبل 2 يبقى النمبر اوف سامبلز 4 سي 2 ده القانون اللي احنا قلناه 4 سي 2 دي بتيجي بقى بثلاث طرق اول طريقه لو انا عندي ان سي ار على الكالكوليتر ادوس 4 بعدين ان سي ار وبعدين 2 ونقول ايكوال لو ما عنديش ان سي ار على زرار لازم فوق الزرار ادوس لها شيفت الاول يعني 4 شيفت ان سي ار اللي بتبقى فوق زرار الديفايدد غالبا تو ايكوال فيطلع تك طب نفرض ان انا ما عنديش على الكالكليتر ان سي ار طيب هل عندنا اكس فاكتوريال اكس وعليها علامه تعجب كده طب تعالى نجرب نشغلها ازاي الفور سي2 ده قانون بتاعها بيقول لي 4 فاكتوريال divided 2 factorial في الفرق بينهم 4-2 factorial factorial يعني علامة التعجب أنا هروح أخد المينيتر الأول 4x factorial هتطلع 24 يعني ندوس 4 وبعدين ندوس على زرار x factorial وننزل تحت 2x factorial تطلع 2 4-2 يبقى 2x factorial تطلع 2 لما نقسم 24 divided 2 times 2 يعني 4 يطلع 6 samples برضو طب تعالى بقى هنشوف لو احنا هنشتغلها مانيوال ما عنديش كالكليتور أصل طيب انتوا عارفين يعني ايه مفهوم الفاكتوريال بناخد الرقم ونقعد نقل اللي بيه لغايه ال1 يعني 4 فاكتوريال يبقى 4 تايم 3 تايم 2 تايم 1 2 فاكتوريال يبقى 2 تايم 1 2 فاكتوريال تبقى 2 تايم 1 يبقى لما نعمل سمبليفاي برضه هتطلع 6 سامبلز يبقى اذا عندنا ثلاث طرق نقدر نطلع بينها السي هو دي سهله قوي وطبعا ان احنا نجيب ان سي دي كالكليتر عليه ان سي ار اسهل حاجه طبعا وأصرحهم طيب تعالوا بقى نشوف فين هم الستة سامبلز دول انا عندي ايه انا عندي 12 هاخدها مع 12 مش هم 12 12 14 16 طيب 12 مع 12 12 14 12 16 دي خلصت ناخد اللي بعدها 12 14 12 16 دي خلصت ناخد اللي بعدها 14 مع 16 يعني بناخد كل رقم مع اللي على يمينه ما ناخدش الرقم مع نفسه وما نرجعش لورا عد السامبلز دول هتلاقيهم سته فعلا زي ما احنا طلعنا عددهم في الخطوه اللي فاتت تعالوا نجيب الاكس بار نجمع كل اتنين ونقسم على اتنين طبعاً 12 plus 12 divided 2 يبقى 12 12 plus 14 divided 2 13 12 plus 16 divided 2 14 12 plus 14 divided 2 13 12 plus 16 divided 2 14 14 plus 16 divided 2 15 تعالوا نجمعهم هيطلعوا 81 جمعت مين الاكس بار الخطوه الاخيره expected value of x bar equal x double bar احنا قلنا summation x bar divided number of samples يعني ناخد السميشن x بار اللي احنا لسه جايبينه في الجدول اللي فات ونقسمه على عددهم ستة يطلع 13.5 بص كده على الخطوة الاولى هتلاقيها برضو الميو 13.5 وطالما الميو طلعت قد الاكس دبل بار يبقى اذا مسألتي صح تقول لي هو في مجتمع اربع افراد لا طبعا لان لو في مجتمع اربع افراد ما انا كنت اشتغلهم كلهم هاخد عينات منه ليه ولكن ده مجتمع افتراضي عشان انا لو زودت المجتمع كتير قوي هتطلع عدد كبير جدا من العينات يبقى احنا بنعمل ايه احنا عندنا المجتمع اللي هو الاربعه دول دول اربع درجات مثلا لطلبه 12 12 واحد جاب 12 واحد جاب 12 واحد جاب 14 واحد جاب 16 رحت احاسب متوسط الاربع درجات دول فطلع لي 13.5 جيت قلت هاخد عينات من الأربعة دول كل اتنين مع بعض، خدت اللي جاب 12 مع 12، اللي جاب 12 و14، جاب 12 و16، خلصت؟ طيب ناخد الطالب التاني اللي جاب 12 مع التالت 14، ال 12 مع 16، ثم ناخد التالت والرابع اللي جابوا 14 و16، وحسبنا كل متوسط لكل عينة لوحدها وجبنا متوسط المتوسطات مجموعهم على عددهم، فطلع نفس الميو، وطالما طلع زي الميو، يبقى هذه العينات تمثل المجتمع تمثيلاً صادقاً. يعني ده تقدير غير متحيز. تعالوا نشوف اكزامبل تاني. population consists of the following five elements. Elements يعني 18، 20، 22, 16، 24. عاوز برضه المين وبوبيوليشن ميو هاو ميني سامبلز اوف سايز 2 عاوز كل السامبلز اللي هي سايز 2 اند والمين بتاع كل واحده عاوز الاي اكس بار اور اكس دبل بار الاكسبكتد فاليو بتاع الاكس بار او اكس دبل بار يعني متوسط المتوسطات يلا الميو ايكوال سميشن اكس اوفر ان تعالوا نجمع الاكس كلها ونقسم على عددهم 18 بلس 20 بلس 22 بلس 16 بلس 24 ديفايد 5 يطلع 20 عاوزين نجيب النمبر اوف سامبلز الان كابيتال ب 5 لان المجتمع عندي خمسه طب انا عاوز كل اثنين مع بعض يبقى الان سمول ب 2 عشان نجيب عددهم 5 c 2 احنا قلنا في ثلاث طرق يندوس على 5 ان سي ار وبعدين ال 2 فهتطلع تاني على فكرة ان سي ار احنا قلنا لو مش موجودة على زرار اساسي موجودة فوق الزرار غالبا بيبقى ديفايدد نعمل لها شيفت الاول يعني 5 شيفت ان سي ار وبعدين 2 ايكوال 10 او قلنا في طريقة تانية ان انا ما عنديش ان سي ار عندي اكس فاكتوريال فهنقول انها 5 فاكتوريال ديفايدد 2 فاكتوريال الفرق بينهم 5 ماينس 2 فاكتوريال هندوس على ال5 اكس فاكتوريال في زرار اسمه اكس فاكتوريال اكس وعليه علامه تعجب كده هيطلع 120 هندوس على 2 فاكتوريال هتطلع 2 هندوس على 3 فاكتوريال فتطلع 6 يبقى 120 ديفايد 2 تايم 6 يعني 12 فتطلع 10 سامبلز تعالوا بقى نفرد ال 10 عينات دول خد بالك احنا بنمسك كل واحده وناخد الرقم اللي على يمينها لغايه ما نخلصها ثم ناخد اللي بعدها وهكذا ما ناخدش رقم مع نفسه ما نرجعش لورا هناخد 18 مع 20 18 مع 22 18 مع 16 18 مع 24 ال 18 خلصت ناخد ال 20 بعديها 20 مع 22 20 مع 16 20 مع 24 ال 20 خلصت نبدا ناخد اللي بعديها 22 هناخد 22 مع 16 22 مع 24 ال 22 خلصت ثم ناخد 16 مع 24 هنعدهم نلاقيهم 10 سامبلز خد بالك بناخد كل رقم من على اليمينه مع نفسه لا ونرجع لورا لا وخد بالك احنا ليه بناخد كل اتنين لان ال n small بـ 2 وهو ده نطاق دراستك مش هتيجي غير 2 عاوزين ال x bar 18 plus 20 divided 2 is 19. 18 plus 22 divided 2 20. 18 plus 16 divided 2 17. 18 plus 24 divided 2 21. 20 plus 22 divided 2 21. 20 plus 16 divided 2 18. 20 plus 24 divided 2 22. 22 plus 16 divided 2 19. 22 plus 24 divided 2 23. 16 plus 24 divided 2 20. مجموعهم كلهم 200 مجموع مين الاكس بار سميشن اكس بار الخطوه الاخيره اي اكس بار اللي هو الاكسبكتد فاليو بتاع الاكس بار او اكس دبل بار دي اكس دبل بار سميشن اكس بار ديفايدد نمبر اوف سامبلز على عددهم أنا لسه جايب سميشن إكس بار بكام ب 200، ديفايدد عددهم 10 يطلع 20، طالما طلعت قد الميو اللي هي جبناها في الـ first step أو في المطلوب الأولاني، يبقى الميو إكوال إكس دبل بار، يبقى مسألتي صح. ودي إكسرسايز، شكراً لحسن.